كان دايما والدي ياخدني المسرح المصري واشوف مسارح أرجوك تسمح لي أكشف القناع عن حياته. المرأة دي اسمها الحقيقي سارينا مارسين. بزعيش لي ما هو له حال، مش لازم نجيب له جزمة كويسة زي أولاد الجيران. مش فايدة من ده كله، لازم تسلم نفسك. أنا أعرف قاضي حكم بغرامة على متهم وهو يعلم أنه بريء. هي دولة ملخبطة. ابني خلاص مات من زمان. كان يعمل ايه؟